سلام مرحبا عبد. بيه، تفضل. البارح بعثوني للمنطقة والمنطقة قالوا لي برمشي للمركز. تفضل مرحبا بيك. تو يجي شكون يتلاقي بيك؟ عايش زميل تاع في الجي اس. خلاص مع بعضنا يا دي. تو علاش كي نلقوا كنز في دار نقولوا نتاع الدولة، وكي نلقوا زاتلة نقولوا نتاع مولا الدار. الكنز فيه فلوس وبيته مضمونة بالمليارات. هاي والزاتلة تتصور انت الدولة عاملة نصبة تبيع في الزاتلة اللي هي تشد عليها تبيعها مقطع. هي كي هي بيعها مقطعة، علاش كيف يشدوا واحد يبيع في الزتلة يحكموا عليه أكثر عوام من واحد متحررش؟ بالقانون تمشي للحبس كيف تكون إنسان مخطئ، هكا ولا لا؟ هاي. أما اللي يبيع في المخدرات ممثلش خطر على المجتمع أكثر من يمثلوا للدولة، خاطر يبيع ويدخل في الفلوس وماهوش يخلص العادات، فهمت؟ كيفاش تحكي الزتلة تمثل خطر على المجتمع وتقتل خلايا المخ وتهبل؟ والدخان تشري في معاد الحماس مش مكتوب عليه في الباكو التدخين قاتل، هكا ولا لا؟ هاي صحيح. اما يتباع خاطر 80% من الفلوس وتمشي للدوله. هي ما المخدرات اكثر من الدخان. اي لكن هذا ما يمنعش الدخان قاتل ومضرب الصحه والدوله تبيع فيه. ما فهمت شيء، يدخل بيزه هيك. اسمع، اللي يقلق الدوس الكبار كيف فلوسهم تولي لعبه بين يديك، خاطر بالفلوس تشري كل شيء، اسوات الناخبين موتى وحيين. فهمت. كل شيء مثلك صلي على النبي. شيء الحس هذا. أنا شدينا جماعة في الجبل زميل، ألف مرة نقول لهم الجبل ممنوع. خويا أنت نعرفك برسم كامل، والله شدوني في الجبل نعمل في كومبين باش نعمل حد شيء خايب ورسمي، والله نعرفك يا دعاة ربي، أقسم بالله ما عملت شيء، والله العظيم. شنو هي؟ خويا ذيك خرامة ونحن نعملوا كومبين ونخرو في الجبل خويا. خرامة؟ طبيعي أنا حبيت الطبيعة والله. الناس كل تحبك في الحماية هذي. انا اللي نعمل فيه خدمتي ونخلص عليها، ومانيش نستنى باش يكرهوني ولا يحبوني. رد بالك تستنى من الناس باش يحبوك، خاطر نجم يكونوا في حياتك لمصلحتهم. كيفاش نحكي هيك؟ مثلا في العلاقه العاطفيه، انت موجود في حياتها باش تداوي لها جروح علاقه سامه خرجت منها. هاي تصير نورمال. في الصحبه، كيف يكلمك صاحبك يقول لك وحشه ونشرب قهوه، خاطر ممكن ما عنده ما يعمل وما عندوش يخلص القهوه، فيكلمك انت. هاي. في الخدمة عارفك يقول لك كلام حلو خاطرك تخدم له في خدمة جوز خدام. ولا بالحق. في العائلة يسألوا عليك كانت يستحقوك، رد بالك تقول يحبوني، وانت موجود في حياتهم ديباناج. كيف باش تعمل؟ اعمل لربي وتستنى منهم حد شيء. قلت لي يقعد في قاعة الانتظار، انتظر قاعة الانتظار ما جاني حد. نسيناه هذا، ارجع غدوة الصباح. الله يبارك خويا.